خدمات الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الناس الكل شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. موعد جديد من برنامج خدمات الحياة، معكم سيام حمدي في الميكرو، أمنا بخيت في الإخراج التقني والرقمي للحصن. نحكيه اليوم على نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين. هذيك علاش تحضر معنا في الاستوديو السيدة زهرة البوزيدي، رئيسة المكتب الجهوي بالقيروان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. مدام زهرة أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا كافة مستمعي الحياة فهم. شكرا لك مدام زهرة. كنا حكينا في حلقات سابقة على عدد من الأنظمة اللي تخص الضمان الاجتماعي، كل مرة حكينا على الحرفيين، حرفيين بالقطعة، الأجراء، العمل غير الأجراء إلى غير ذلك. اليوم نحكيه على النظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين. ساعة لو كان تعطينا فكرة عليه. به النظام هذا ممكن ما يسمعوش به برشا، ديجا الدليل على ذلك ما فماش منخرطين برشا في النظام هذا، مش كان في القروان بارتو معناها. دونك نحاولوا نعرفوا به اكثر لانه مهم برشا حتى في الليكوتيزاسيون في كل شيء. شكون يهم هذا؟ فئه الفنانين والمبدعين والمثقفين. بالطبيعه فما شروط، شكون هم هذوما المثقفين والفنانين والمبدعين؟ هما اللي ينتموا الى قطاع الثقافه بصفه عامه. دونك يكون فنان يمارس في نشاط فني أو ثقافي، مثلا مدام زهرة الفنان الشعبي مثال، أي فنان أي مبدع أي مثقف، بشرط مع الانتماء يكون منتمي لقطاع الثقافة، راهو لازم يكون يمارس في النشاط هذا بصفة قارة. شو معناها؟ معناها ما عندوش انتماء لأي قانون ضمان اجتماعي آخر، أو أنه يمارس في نشاط آخر عنده دخل قار وحده. معناها هوني نلقاو مثال فنان ولا موسيقي ولا منعرفش انا اي مارس اي مجال في مجال الفن، اما يبدا هو مثلا موظف، هوني ما تنطبقش على هنا ما تنطبقش في للموظف. راه هو احسن مثال هو الموظف، ينجم يكون موظف او ميم طون فنان او مبدع او لهنا راهو عنده ديجا ينتمي لهنا القطاع ضمان الاجتماعي، القانون الضمان الاجتماعي في القطاع العام. دونك كيما ينجم يكون راهو في القطاع الخاص اما عنده دخل اخر قار، ينجم يكون اجير، التغطية الاجتماعية واجبة على العرف نتاعو. دونك ديجا عنده، ينجم يكون تاجر، ينجم يكون أي كان. دونك هو يمارس المجال هذايا بصفة قارة، فنان مبدع وإلا مثقف، يمارس بصفة قارة. يعني هو عبارة كما نقولوا النشاط الرسمي نتاعو الوحيد، يعني ما عندوش مدخول آخر ولا دخل آخر، ما عندوش، ما يكونش عنده دخل زادة، فما دخل قار من الدولة، لا ما يكونش عنده نشاط آخر. دونك لهنا يمارس النشاط هذايا بصفة قارة. شنو اللي يثبت أنه يمارس؟ فما وثيقة تتعطى من مصالح وزارة الثقافة تثبت اللي السيد هذايا هما يعطيوه، يثبت اللي هو راه ينطبق عليه نظام الضمان الاجتماعي هذايا الفنانين والمبدعين والمثقفين. دونك هذه شروط الانتفاع. باهي، بالنسبة للانخراطات مدام زهرة كنت تحكينا عليهم يعني بأكثر تفاصيل، وخاصة أن أنت توا قلت لي يعني النظام هذا ما فهميش برشا إقبال عليه، خلينا نفهموا علاش زيادة. يعني علاش هو ما فهميش برشا إقبال عليه؟ في اللي فما برشا ناس تختار أنها تنضوي تحت مثلا نظام، يكون عندها نظام عاملين لحسابهم الخاص، واضح ينجم راه يكون يمارس في نشاط وينضوي تحت التي ان اس هذا ترافايير نون سالاري، دونك ما ينطبق، دونك ما عادش ينخرط في النظام هذا. دونك يكون منخرط لحسابه الخاص، معناها يقول لك اوكي ديجا انا منخرط لحسابي الخاص. واضح. دونك احنا لهنا على الاقل نعرفوا شوي باش يعرفوا هما لهنا. دونك الانخراط راهو ساهل برشا في النظام هذا كيما اي نظام اخر. شنو هو لهنا الشروط نتاع الانخراط؟ مع الشروط اللي حكينا عليها، هي مطلب الانخراط كالعاده مصحوب بوثائق سهلة برشا، اللي هي نسخة بطاقة التعريف اللي تثبت الهوية، مضمون الولادة متاعو، مضمون الولادة زادة ديما للزوجة والأبناء في الكفالة. واضح. حتى الأباء إذا كان يكونوا في الكفالة الأصول الأب أو الأم زادة راهو ينجم يكونوا معاه بعد في المنافع اللي باش نحكيو عليها. إلى جانب الوثيقة اللي حكينا عليها، شهادة تفيد اللي السيد هذايا راهو من مصالح وزارة الثقافة، تفيد اللي راهو السيد هذا ينطبق عليه النظام هذا. واضح. دونك بالنسبة للاشتراكات باش نحكيو على كيفية احتسابها. أول حاجة راهو يحدد كيما في بقية الأنظمة اللي حكينا عليهم، دونك يحدد الدخل التقديري المعتمد اللي باش نحسبه عليه على أساس الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة،
المرتبط بمدة شغل 2400 ساعة في السنة. نسبة الاشتراكات هي كيما بالضبط نظام العمل غير الأجراء اللي حكينا عليه، هي 14.71%. راهو لهنا حبيت نركز على حاجة تختلف على نظام العمل غير الأجراء، اللي هو راهو اختيار لهنا تحديد شريحة الدخل هو اختياري بالنسبة للفنانين والمثقفين والمبدعين. دونك عندهم شرائح دخل من 1 حتى 10 حسب اختيارهم، هما يختاروا شريحة اللي يحبوا يحطوا فيها رواحهم. وراهو كل عام ينجم يبدل الشريحة، يتم إيداع مطلب ديما آخر السنة، ويأخذ بعين الاعتبار تغيير الشريحة من اليوم الأول من السنة المدنية الموالية. واضح؟ دونك كيف نجو فما شوية اختلافات زادة في ضارب المناسب للشريحة. راهو هنا ناخذ مثلا صنف واحد، ناخذ اكزامبل شريحة الدخل واحد بالنسبة للفئة هذه من المضمونين الاجتماعيين. راهي الشريحة هذه كيفاش تتحسب؟ هذوكم 2064 في الساعة في 2400 ساعة في السنة، باش ناخذوا 14.71%، وراهو الضريبة نتاعها فوا دو في الاثنين مش في الواحد. دونك نضربوا في الاثنين ونحسبوا، راهو النتيجة متاعنا ان كيما عطينا النتيجة هذيك نضربها فوا دو ومن بعد في النسبة. دين فاسون شنو النتيجة، معناها شنو مبلغ الاشتراكات في الكاتيجوري ان تكون عالية شوية يقابل 364 دينار و337 فرانك في اللي ضارب فوا دو فوالا ضارب يكون فوا دو المناسب للشريحة الأولى. وانتي ماشيه شريحه ثانيه وكلهم يقعدوا فوا 2.5 يزيدوا شريحه 2 فوا 2.5 شريحه 3 فوا 3 نوصلوا حتى للشريحه 10 اللي هي فوا 18. واضح دونك نحسبوا هكاك. دونك حاجه اخرى، راه كل مراجعه تنطبق هذه على الانظمه الكل، كل مراجعه للسميك، كل وين يزيد السميك الاجر الادنى المهني المضمون، راه يتم بطبيعه تغيير مبلغ الاشتراكات، يطلع ديما مع باش ياثر ديما. واضح دونك فقط هذا هو. ديما ناكدوا بالله في الاخر، ناكدوا راهو ديما المنافع الكل مرتبطه ديما متوقفه على الخلاص الكلي لجميع الاشتراكات بدايه من تاريخ الانخراط الى الحدود الثلاثيه الجاريه اللي هو فيه، هو لازمه يخلصهم كاملين، يكونوا خالصين الكل باش من بعد ينجم يتمتع بالجيره بجميع المنافع. واضح المنافع مدام زهرة اللي يتمتع بيهم المنخرطين في النظام هذا، هي بيدها نفس المنافع الأخرى وإلا لا؟ دونك المنافع هي ديما صحيح نفس المنافع، أما ديما فما شوية اختلافات. دونك المنافع باش نذكروها لهنا، هي أول حاجة ديما نحكيه على التغطية الصحية. التغطية الصحية شنو معناها لهنا؟ راهو بالنسبة لنظام الفنانين والمبدعين والمثقفين، راهو ينجموا يختاروا المنظومة العلاجية بارمي ثلاثة منظومات اللي حكينا عليها أوبريكنا، اللي هي المنظومة العلاجية الخاصة اللي هي استرجاع المصاريف، طبيب العائلة والمنظومة العمومية، يدخلوا في اختيار المنظومات هذوما العلاجية. إلى جانب فما المنح النقدية اللي ياخذوها منحة مرض، منحة الوضع، منحة رأس المال بعد الوفاة، هذوما الكل منح النقدية. دونك هذه الكل تغطية صحية، منح نقدية. دونك إلى جانب هذا الكل فما زادة أهم حاجة اللي هي الجرايات. فوالا كنت باش نسألك عليها مدام زهرة، باش نقول لك الجرايات لازم زادة كالعادة نوصلوا الأربعين ثلاثية ولا كيفاش يعني؟ ديما الجرايات راهو فما شرطين متلازمين اللي هما شرطي السن وشرط التربص. دونك شرط السن بالنسبة لقانون ديسمبر 2002 الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين هو ضرورة تقدم، يعني ضرورة في 65. بالنسبة لجراية العجز راهو ديما أقل، يكون أقل من السن المطلوبة اللي هي 65 سنة. للتمتع بالجراية الكاملة هو ديما 120 شهر اللي هي 40 ثلاثي. واضح دونك لازم. وديما لهنا ديما نحكي على افتتاح الحق في زيادة 0.5 عن كل ثلاثية زايدة على 120 شهر هذوم. دونك على 40 ثلاثية كل ثلاثية تفتتح الحق في زيادة 0.5% من الدخل المرجعي اللي تتحسب عليه الجراية. بالنسبة اللي دفع
المساهمات المالية مدام زهرة كل عادة كل ثلاثة بعد انقضاء 3 شهور كاملين وعنده 15 نفس يوم نفس الأجل. سامحني بعد إذنك نكملوا لهنا رو إلى جانب جراية التقاعد فما زادة جراية العجز. دونك جراية العجز بيدها فيها زادة كي نحكيه جراية العجز ديما قبل 60 سنة. دونك ديما نحكيه لهنا على زوج شروط كيف كيف اللي هما شرط السن يكون أقل من السن القانونية اللي مطلوبة للجراية العادية مع شرط التربص اللي ما يلزمش تقل على 20 ثلاثية 120 شهر لا أقل 20 ثلاثية اللي هي 60 شهر فقط دونك لهنا باش يفتتح الحق في الجراية العجز إلى جانب الشرط الثالث حكينا عليه قبل اللي هو العجز البدني اللي توافق عليه اللجنة الطبية أوبري الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي يكون 66.66% من العجز البدني اللي حده الطبيب. واضح باش ينتفع بجراية العجز هذه. نرجعوا للاجال اللي سالتني عليها دونك الاجال هي الاجال من 1 لـ 15 كيما الانظمه الكل من الشهر الرابع بعد انتهاء الثلاثيه. دخلنا دونك لهنا في نهار 16 راهو بدينا نحكيوا على الخطايا 1% اللي حكينا عليها عن كل شهر او جزء من الشهر. دونك الاجال ديما هي وراو لهنا فما ملاحظه راهو ينجم يدفع بالشهر كيما يدفع بـ3 شهور كيما يدفع بالسنه اما بالسنه سنوين يكون مسبق يكونش مؤخر باش ما يتيحش في الكلام. هذا المسبق كين بالعام يبدا كي لا ينجم حتى بالثلاثيه مسبقه بدو تريماستر مسبقين المهم ما يتيحش ما يدخلش اليوم 16 من كل اجال نتاع الثلاثيه فقط. واضح دونك هذه الاجال. شكرا لك مدام زهرة البوزيدي رئيسة المكتب الجهوي بالقيروان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتهمنا اليوم بخصوص نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين. احنا هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من خدمات الحياة نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمن خدمات الحياة.